فخلينا بقى ننسى الكلام الفارغ اللي بدير قاله ده ونركز في الكلام الكويس اللي بيتقال عنك. اوكي. قول لي بقى، انت لسه متابع سوق الاسهم طول الوقت؟ طب شركة البسكويت النهارده الصبح السهم بتاعها نزل 7 قروش. عارف اهو، واحنا بنتكلم دلوقتي ممكن ينزل 11 قرش كمان. فعلا؟ هاي، طب تفتكر انت بقى على اخر اليوم هيرتفع تاني؟ استحالة، بالعكس هيخسر وهينزل اكتر. احتمال توصل خسارة 3 و4%. معقول؟ ليه؟ انا كده اتعينت خلاص ولا ايه؟ يا سيدي انت عارف ان كل اللي انت عايزه هيحصل، بس فهمني بقى ليه؟ عشان في مستوردين جداد بدأوا يعملوا صفقات بسكوت من الصين بنص سعر البسكوت المحلي، فاللي بيصنعوا البسكوت هنا في مصر قرروا ينزلوا بسعر البسكوت ويغزوا السوق عشان ما يبقاش في مكان للمنافس خالص. بس دول كده يبقوا بيحرقوا نفسهم. السهم ده لما هيفضل ينزل المستثمرين هيبقوا عايزين يخلصوا منه بأي طريقة، وكده هيحصل بيع جماعي والشركات دي هتخسر خسارة كبيرة ومش هتقوم لها قومة تاني. هتقوم، لأن الشركات دي لما تعلن إفلاسها هتعملها إعادة هيكلة، هيجري عليها المستثمرين خصوصاً الجداد، لأن الأسهم هتبقى كتيرة جداً وبرخص التراب، فسعر الأسهم هيعلى تاني. أصحاب الشركات دي مش هبل. طب لو أنت مكاني تنصح العملاء بإيه؟ خليهم يبيعوا النهاردة بخسارة عادي، ولما الشركات دي تعلن إفلاسها يرجعوا يشتروه تاني برخص التراب، وخلال 24 ساعة السهم اللي اشتروه ب 10 جنيه هيبقى ب 1000 جنيه. يا ابن اللذينة، بيقول لك تهيؤات. دي أحلى تهيؤات في الدنيا. قلت لك ما اسمهاش تهيؤات على فكرة. أنا آسفة. ثواني بس يا سليم. بقول لك إيه؟ خلي العملاء كلهم يبيعوا عادي. أنا لازم أمشي، أنا آسف، لازم ألحقها. في إيه يا سليم؟ سليم استنى مكان. ما بتردش. لا يكون اعتدى عليها بجد. نهار اسود، خربت خيالاتك يا أبو سليم. شكرا. لو سمحت ودينا على المستشفى بسرعة. أنا بنزف بس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيه ده؟ هو مش حضرتك اللي جبت البنت اللي جات للاستاذ خالد؟ ايوه، عملت ايه هي بالظبط؟ مفيش، الراجل متدشدش وغير قام في دمه، بس عموما هو الراجل يستاهل. طب وهي بقى؟ هي راحت فين؟ مش عارف، هي نزلت والدم بيجري في عروقها. أيوة. ومشي. مشي كده ولا كده؟ مشي كده. ايه ده؟ فيها انت؟ ايه اللي حصل؟ اتدمرت يا سليم. اتدمرتي ازاي؟ الموبايل بتاعي جاب شاشة. هو ام الموبايل اللي جاب شاشة؟ انا اتخضيت يا هند، افتكرت الراجل اللي اعتدى عليكي ولا عمل حاجة. لا، ما انا عورته قبل ما يفكر. طب الحمد لله انها جت على قد كده يا ستي، احمدي ربنا يا هند. انت بتعصب عليا ليه طيب؟ يا استاذ هايدي،
ايوه انا متاسف جدا على الحركه اللي انا عملتها دي، وانا كان لازم الحق مشكله كبيره جدا كانت هتحصل. انا اسف اني سبت الانترفيو بالطريقه دي. حتى هنكمل انترفيو. اشكرك يا استاذه، اشكرك يا استاذه هايدي، مع السلامه. هو انت سبت الانترفيو بتاعك ليه؟ مش غبي ليه؟ خفت جالي تخيل كده انك ممكن تبقي محتاجاني، يعني حصل حاجه محتاجتيني في حاجه، قلت ابقى موجود. خفت عليا ليه يا ستي؟ بس انت تخاف منك اساسا، بس يعني قلت ابقى موجود. بس انت اتاخرت قوي يا سليم. اتاخرت ليه يا هند؟ ما انت كويسه اهو. ما هو انت لو كنت جيت بدري شويه ما كنتش اتخانقت مع الراجل، ولا الموبايل بتاعي وقع، ولا جاب شاشه. قوم التليفون بقى، قوم التليفون لام الشاشه دي. انا مش هعرف اجيب واحد تاني. حصل خير يا هند؟ بيقولوا لو حطينا رز عليه ممكن يتفتح. رز؟ يلا يا هند. طب خد الشنطه. هات الشنطه. كابي. ايه يا عم المكان ده؟ اصبر يا ابني، احنا لو ثبتنا هنا وحد قتلنا محدش يحس بينا. ده انت مالك بس؟ قلبك ماله باخرها كده ليه؟ اتقل بس وهو هيظهر دلوقتي. طب انت ضامن الراجل اللي احنا جايين ناخد منه ده اللي هيثبتنا وياخد اللي معانا؟ ده على اساس اللي انت جاي مع يارا يعني يا شيكو؟ ما تستنى يا شيكو، هتشوف كل حاجه بعينك. زعامة يا حلو. عم الناس يا حلو، انت كل مره ما تعرفش تيجي لوحدك، كل مره تجيب لي معاك حد وانت جاي. لا ما هو ده مش اي حد، ده شيك اخويا وصاحبي وجاري. عديها لك يا عم المره دي. عم الناس فلوسك بقى وتكون معدوده او اكون مقبص منها، انا ما عنديش وقت. معدوده وكل حاجه زي ما اتفقنا بالظبط. هديه. ايوه. مساء الخير. ايه ده؟ دي هدية؟ لا ده موبايل. طب ما انت بتعرف تستهبل اهو. لا انا قلت لك مليون مرة ما بقبلش هدايا من حد. لا يا بنتي مش هدية، ده موبايل. لا برضه مش عايزة. انتي موبايلك بايظ دلوقتي، ماما لو شافت موبايلك بايظ هتاخد عليكي بنت. دي ماما. لا عندي كوستي انا بقى هتعامل فيها، لو سمحت انا هعرف اشتري واحد ان شاء الله تاني. طب هقول لك حاجة، انتي خديه واخصمه الفلوس اللي احنا متفقين عليها في الاخر. هتخصمه؟ اخصمه. لو هتخصمه؟ لا اخصمه. ماشي انت فاهم. ماشي. ايه هو برو ولا ماكس؟ ده برو ماكس. ده اغلى.